يلا بقى يلا يلا ساعدوني بقى. والنبي 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 يا مازو بلاش موضوع ان انا اتجوز تاني ده، دي البت بالونة لو عرفت هتفضل تحمل. وهتعرف منين؟ انا هقول لها. هتقول لها ليه؟ يا سعدون يا سعدون فكر فكر، ما تطلبش مني حاجات مستحيل. لا فكر فكر في حاجات بسيطة، يعني دلوقتي انت لو جوزتها وخدت الجنسية الاستوانسية دي مش هتسافر بقى سعدونة تكمل تعليمها هناك؟ يعني على ابو سعدونة مش هندخلها مدرسة اصلا. طب بلاش دي، انت عارف ان هم هناك اصلا ما عندهمش نقابة موسيقيين، يعني هتغني براحتك، ممكن تغني من غير هدوم، ما حدش هيسمعك اصلا. شوف يا ولدي، انا ولدي حضرتك غني. الرضا شرط الزواج، فلو انت مش عايز بلاش. ما بلاش ايه اللي مش، انا هو بمزاجه ده، انا اديله بالجزمة. المهر والشبكة عندي عندي. طب ما توفرهم وفرهم وتجوزها انت. يا ريت ترضى، يا ريت ترضى بيا، بس هي ما ترضاش بيا. هترضى، هي هتلاقي حد حلو ألماني شبهك كده وعينيه خضراء. انتوا جيناتكم قريبة من بعض يا سعدون. عنصرية وقلة قيمة مش عايز. والله ما عنصرية يا سعدون، بتكلم عن جيناتك كفنان، انت جيناتك كفنان مبهرة. انت عارف انا لو واحدة أجنبية هموت عليك. بجد؟ يعني انت شايفني فنان كويس؟ انا مش مصدق عينيا من اللي انا بسمعه هنا. طب اقول لك الجامده، نص المكسب بتاعك. مليون ونص؟ تعرفت منين؟ مليون ونص. هنشوف الموضوع ده، هنشوف. يلا يا مولانا توكل على الله. اخر كلام، اخر كلام. يلا حقني يا مصر، دي بتشد جامد قوي، هي عايزه مني ايه؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. مبروك مبروك الف مبروك يا سعدون، مبروك. انت ان شاء الله هتخرجي من هنا تقضي شهر العسل معانا في الاوتوبيس. وانا امي في اسواتيني يهون لي ورقه جنسيه في الايميل لسعدون الى الساعه. حلو قوي. ايه اللي حلو؟ ايه اللي حلو؟ انت بتضحك على ثانيه واحده يا حاج عباس، انت بتضحك على، انت مش قلت لي اجنبيه؟ انت بتتكلم عربي زينهم من بني سويف بس لابسه ملون. انت ايه؟ ما بقول لك ايه، بقول لك ايه يا حاج عباس، انت عماله تشد فيا كده، اهدي كده شويه. انسي موضوع الجواز، ممكن تركزي وتقولي لي ببلدكوا دي اللي مش عارف اسمها ايه، ما هي قواعد الطلاق؟ مسموح بالطلاق طبعا في اي وقت. شفت مش قلت لك ده اسهل من هنا، احنا هنا ما نعرفش نطلق اصلا. مسموح مسموح. كويس كويس قوي. لكن لو حصل الطلاق قبل شهر تقطع اطراف القايس وتشوى وياكلوا منها جميع افراد القبيله ومعاهم القايس سعدون. انا مش فاهمه انتوا ليه عايزين اسد من عندي، حد قال لكم اني باجر اسود؟ لا يا فندم، احنا جايين السيرك هنا وعشمانين ان احنا ناخد اسد يكون مدرب وجميل ولذيذ زي حضرتك كده بالظبط، نبدا بيه فرقتنا، وعشمانين ان انت يعني تساعدينا. على فكره انت مثل الاعلى في الترويض، وبعدين لو خايفه على الاسد احنا ممكن نسيب لك رهن. رهن ايه؟ ده اسد مش ازازه حاجه ساعه. وكمان انتوا شكلكم غريب قوي، انتوا منين اصلا؟ لا منين اصلا ايه؟ احنا قدام في الشغلانه، احنا اساسا من عيله الحلو. يا حلو الحلو عيلتنا؟ لا مش قصده الحلو، لا قصده حيلة العسل، بس انت عارفه ان العسل اصلا حلو فهو بيختصر يعني. وبعدين خلاص بقى احنا طلعنا قريب بقى، اخدمينا. طيب اجهزوا وتعالوا. ايه ده؟ يعني احنا نعمل فقره في السيرك؟ قالت اجهزوا. لا قالت احجزوا. لا حبيبي قالت اجهزوا. افورت قوي وبهوقت قوي قوي. يلا نحجز، يلا نجهز، يلا نجهز. ركز عصفورة، ها اوباما اللي هو الاسمراني ده اللي هو كنا فاكرينه كويس وطلع مقلب. ايوه عارفه عارفه، رئيس امريكا. ايوه يعني بقتل جروب البوابين صحابنا، يعني اسالهم مين تابعنا ماسك في البيت الابيض، وسالت برضك اذا كان الولا اوباما ده موجود ولا نزل يقضي مصلحه. انا ليا واد عم في الكونجرس. بقول لك يا مزموزه، ما تفكك بقى من البوينت بتاع اوباما ده ونركز في الباقي احسن. قسما بالله ما يحصل، هجيب اوباما يعني هجيبه، ده لو مش اوباما ده لو جون كينيدي اللي مات هجيبه، مش مازو ابدا اللي تقع منه نقطه في اتوبيس كومبلي، ده انا بطلها احسن. مازو يعني انت هتتصل برئيس امريكا تقول له تعالى العب معانا في 6 اكتوبر؟ مش هو اللي هيتصل، دي اللي هتتصل. جيلو او ياه، ابعت له من عندها هل انت متاح للدردشه؟ هلو. ايه ده، هو ده صيت عادي ولا ايه؟ عمل سين وما ردش. بقول لك ايه يا عصفوره، غير صوره جيلو دي وادخله ببيلي ايليش. عمل سين وما ردش.
بقول لك ايه، عاوزك تغمض عينك الشمال وتنشن باليمين. بقول لك ايه يا بسوني، انا بلبس النضاره دي من تانية حضانه بالظبط. اهدى عليا بقى، انا احتملقت لمراتي دلوقتي. وسيم ما تخافش يا حبه، انت طول عمرك كنت سوبر ستار في لعبه الانيميشن. فاكر لما كنا بنعملها سوا للجسم؟ احنا كنا بنحدف لبعض كور، وانا وانتي ما كناش بنعرف نلفها. انا هنسحب. ويسو اضرب، وحتى لو الضربه جت في قلبي ما يهمكش، انا مسامحاك وهفضل طول عمري احبك. عمرك كله ايه بقى؟ عمرك خلص يا سراء، انا مش عامل كده، مش لاعب. خلاص بقى يا سيدي، الست مسامحه وعماله تقول لك يا حبه. انت بقيت مهرج بجد ولا ايه يا بسوني؟ ويسو انا بثق فيك، اضرب. ما بدهاش بقى، هقتل. الله يخرب بيتك، انا على اخر الزمن اشتغل بالياتشو. ايه ده؟ فين المقشه بتاعتك؟ مقشه يا جميل اللي انت بتطير بيها ديت؟ ايه يا جميل، انا اصلا مش عارف انا عامل شخصيه ايه. وبعد اذنك عشان بقت الاسراء دلوقتي، بقول لك ايه، ما تاخد تقتلها انت. عينيا ايه ده؟ فين؟ من عينيا؟ من عينيا ايه يا جميل العبط اللي انت بتقوله ده؟ عايزها في التفاحه. تفاحه ادم؟ عينيا تفاحه ايه يا جميل ادم؟ ايه التفاحه اللي فوق دماغها؟ وايه اللي وقفها تحت التفاحه؟ هي اللعبه كده. بقول لك ايه، هات هات يا جميل. انا مضطر اقتلها يا جماعه، اقتلها، مضطر. استنى استنى، ما جاتش فيها، نعيدها تاني. عاش يا وسيم، حلوة يا وسيم، حلوة حلوة حلوة. يسقفوا ليه؟ ماتت؟ لا. أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف يا حبه، يلا نمشي من هنا. إيه ده؟ وبقى رد؟ ايه ده؟ رد على صوره طنط شيماء ازاي؟ اصلا انا قلت العصفوره يحط صورتي، وهي الحمد لله نفعت. عشان تعرفوا بس الرجاله اللي بتفهم وبتقدر الجمال المصري الطبيعي. لا بتقدر جمال مصري يا شيماء، افهمي بس، ده هو غالبا بيتعامل مع صورتك على انك حاله انسانيه وعايزه تتعالج، والعلاج موجود في امريكا بس. طب تحب بقى اشيل صورتي دلوقتي عشان تستريحوا ونريح كلنا كده؟ طنط شيماء، طنط شيماء ركزي معايا والنبي. طنط تخلص. ها دلوقتي انا مسطب برنامج ترجمه لذيذ كده، انت هتكتبي بالعاميه هيحولها له بالانجليزيه، هو يكتب بالانجليزيه هيحولها لك بالعاميه وكذا كذلك. ماشي، اكتب له اوباما انت فين ياض. انت فين ياض ايه يا شيماء؟ لا ما تعتمديش على البرنامج قوي كده. خلاص اكتب له اوباما انت فين من غير ياض. حلو ده. جمال فرعوني ما شفت زيه قبل كده. الحق يا ماسو بيه، الحق. لا ده بيشقط البيه. ها لا بلوكه بقى، وبناقص البند ده هنشيله من الليسته. الحق، ده بيقول لي افتح الكاميرا، ده شكله عايز يشوفني لايف. استغفر الله العظيم، هنبيع نفسنا عشان التحدي؟ لا لا، ده هو صايع عايز يتاكد ان الاكونت ده مش فيك. مش هو عايز يفتح الكاميرا؟ افتح الكاميرا يا جماعه، سيبوه عادي، ده اعجاب بريء. انت بتشقط مراتي يا ابن الجزمه. إيه إيه؟ هتشقط مراتي؟ امسك العجل. هو عشان بقيت على المعاش وقاعد فاضي؟ هو ما يشوفش. اقفل. بتغير عليا راجل يا مازو. مش مازو اللي يكسب كده يا صيع. راجل يا مازو، هو كده كده ما كانش هيجي. مش هو؟ برافو برافو برافو، انتوا ليه ما فهمتونيش كده من الاول؟ انتوا مش سيرك. احنا اتكشفنا. احنا معلش، ممكن تدينا فرصه ثانيه؟ انا مش مصدقه تفاعل الاطفال معاكوا، ده كانه عرض كوميدي. ما احنا كوميدي فعلا، حتى بصي. عجبناكي؟ جدا جدا. يعني هتدينا اسد؟ هديك الاسد طبعا، وهديك كمان الفيل ابو زلومه. بس الفيل بحرف الفه. نعم. لا دي فقره النكت بيقولها الراجل الاهبل الكبير اللي معانا ده، بس احنا ما قلناهاش النهارده. يوسف. اهو الاسد. ده اسد بجد؟ ماشي اتفضل. هات حطه في البوكس. شكرا يا كابتن، ميرسي. هي دي المصيبه، بعد اذنك اتفضل.
كده حلو قوي كده. الاسد تمام، البلد تمام، النبات تمام، فاضل بنت اسراء. هاخد اسراء دي ولا هيبقى شكلي عشان مراتي قوي؟ اسراء يلا. البنت تمام. تعملي ايه يا شوشو؟ ما توطي النار شويه، انت بتكروتي. اكروت ده ايه؟ انت مش قلت اللعبه مش هتدوقه؟ اه بس وسيم الصريتي هيدوقه. انجزي. تعتبر من اهم العمارات الاثريه والتراثيه في بلادنا. شايف الدور الاول البلكونه اللي على ايدك اليمين دي؟ اه شايف. عارف دي شقه مين؟ شقه مين؟ دي شقه الفنان المحبوب الدونجوان حسين فهمي. بس ده مش حسين فهمي. ده مش حسين فهمي، ده اخوه مصطفى فهمي، بس عامل بالكينج. باركن؟ هو حتى هنا في باركن؟ امال ده بيشيل 6 عربيات. راجل ده كل شيء عندكم مختلف طبعا. حتى المايدة قريش مختلفة. بقول لك يا جميل، انا معتمد عليك في موضوع شيبة ده. ما تقلقش يا مستر وسيم، انا هجيب لك شيبة ده متكتف. اللي انت عايزه سايب ولا متكتف؟ والله اللعبة ما حددتش، بس بتهيألي سايب احسن. الو، ايوه اشراقت، انا مازو. مازو اللي كان معاكي في الكليه. ايوه بتاع مقلب الفستان. لا ما انا ما كانش قصدي احرجك والله، ده كان مجرد رهان. طب اهدي بس، هقول لك. ابوك انت. انا مش عارف والله العظيم يا مازو، ده انت ما فيش حد يعرفك الا وقطع معاك. ومازو وده ان يدل على ايه؟ يدل على ان انت حمار، عشان الوحيد لحد دلوقتي اللي ما خدش باله ولسه مكمل معايا. يا جماعه استنوا بس، يا جماعه دلوقتي لازم نلاقي واحده اسمها اشرقت عشان الوقت. ام علي اهي، كان في 2 زياده بس كلناهم واحنا جايين في السكه. وانا جبت الاناناسه وحافظت عليها عشان ما يبقاش مصيرها زي مصير ام علي. طيب حلو قوي، احنا كده جبنا الجماد والاكله والنبات والبلد. الولد هيجيبه ابو الجمايل، هيبقى ناقص لنا الارنب والبنت اشرقت. طب بقول لك ايه يا مازو، ما يعني لو ما فيش اشرقت ما تيجي نمشي اغربت. يعني حيوانات يعني، ده بيضحك، ده بيضحك. لا بس الحوجه اللي بتضحك الفلوت يلعن الاب والام، تلاقيش اللي بتعزز والله. طب بص يا مازو عشان خاطري اخر واحده بس هقولها لك يمكن تجيب. لو النبي عشان خاطري اخر واحده. جن فتح محل اسماك، تفتكروا سماه ايه؟ ايه؟ صبيت له بيت. بس اسكتي بقى. بقول لك يا شيماء، انت مش جبت ام علي، امشي بقى وما تقوليليش لسه هجيب ابو علي، عشان انا شاممها اهي في دماغك، شايفها. اتكلي على الله وروحي، واحنا هنبقى نكلمك ان شاء الله. كده برضه يا مازو؟ اه كده يلا. روحها ام علي. مشوها يا جماعه من قدامي، مشوها. روحها عشان ما يطلقكيش. يلا. شكرا قوي. مع السلامة. انا عايز دلوقتي اشرقت من تحت طقطيق الارض. لو هتمشوا في الشارع تلف وتقولوا اشرقت، اعملوا كده، هاتوا لي اشرقت. استنوا، انتوا عايزين اشرقت؟ ايوه. انا معايا واحده اسمها اشرقت في المدرسه. هو انت اصلا لسه في المدرسه؟ دي تقريبا 5 سنة ثانويه عامه. ومعاك اشرقت وساكت من الصبح؟ كلمها حالا، قول لها تيجي الاتوبيس دلوقتي. لا ما انا كلمتها قبل كده اصلا تيجي معايا الاتوبيس، بس هي تقريبا فهمتني غلط ورفضت، واصلا ميعاد خروج الطلاب دلوقتي. طب بقول لك ايه، هو اهلها بييجوا ياخدوها ولا بتروح بالاتوبيس؟ يا حلاوه ال